أزول أصنفار اللبني بنار إن بوخ الفان يديس ريف تمدين تنتيزي وزون يتكميل يتكميل ودغني إلا الحرس فلاس صغور أغليف اللبني كنت مدينة مس محمد طارق بلا ريبين إيدي في زورن إيدي زورن أصنفار كينين إيدي كرتنيغون يظلين بس لحد 13 نوفمبر 2022 سين غارسي بدوال لزات لا كاميرا التلفزيون تموت الجزائر عند دينا بلي اسم فراكيني يصوض غار 90 غف 100 فران بنار كلشي توخدم لي فيردي 100% من الداخل مازال كان 10% خاصين ند بلي صوت دي نوفمبر كاينين دونك لو تيرا نار لو غازون نيوليد لي شاز اكو ديغني د ليكليراج داين يصوت خدمت ولي يعني لي زيكرون جيرون تو بلاصين ولحون داين هاد ولي ما زيد صورة كاينين ولي يعني اسي تسلم اي وغليف مس محمد طارق بالعريبي حرص السلطات العليا للبلاد والأوامر التي أسديت أنه ننتهي من هذه المنشآت الرياضية في أقرب وقت. إحنا الآن في ملعب تيزي وزو بعد أن كان فيه تأخر يعني كان متوقف لمدة سنتين، كنا في شهر أفريل وقفنا على الأشغال اللي لازم نقوم بها في المشروع، يعني قمنا بالانستالاسيون تاع المؤسسات الإنجاز وضعنا ورقة الطريق. وخليني نقول أنه ورقة الطريق كان الهدف الأول هو أنه في شهر نوفمبر، يعني لما له شهر نوفمبر من دلالات في تاريخنا، أنه بداية شهر نوفمبر نصل إلى بعض النقاط. والحمد لله هنا رانا واقفين على الوعود التي كانت كنا يعني قدمناها، انه ننتهي اليوم الحمد لله انتهينا 100% من يعني لي فير دي اكستيريور، كل التهيئه الخارجيه. يعني مشروع كانت لمده التعاقد تاعو تقريبا 6 أشهر او 7 أشهر، انتهينا قبل المده التعاقديه. الان فيما يخص المشروع الملعب كملعب، كانت باش نصل الى يعني الوعد الذي كنا قدمناه، انه نصل الى ننتهي من الارضيه، ننتهي من الكراسه، انه نقوم باشعال الاضواء واشعال يعني لي زيكرونجيون. الحمد لله وصلنا لهذا لو برومي اوبجيكتيف، يعني النقطه الاولى اللي كنا وضعناها في وقت الطريق، انه في 1 نوفمبر نصل الى هاد الاعمال اللي ننتهي منها. مازال لنا عمل، راح نكثر يعني نقوم بنفس المجهود. ما ننساش انه في المرحله الاخيره كنا نعمل يعني تقريبا 3 فواويت، احنا رايحين نكمل في هذا النمط من العمل اللي يعني جاب نتيجته في الميدان. مازال لنا عمل، تقريبا احنا في نسبه الانجاز رانا في 90% من في الملعب، انتهينا 100% من كل الاعمال الخارجيه، وان شاء الله نكون عند حسن ظن يعني المواطنين الرياضيين لولايه تيزي وزو. انو كان دنيني الصنفاره كيني بنار بوخالفان الا قال يحدث زال عامين تاكران قلنا غالبني نس في فرير اعدان اثنت رايت ستو قريب هذا فاك ادني كان يونس الفار نعد يون والنار اري تسوين ازل 50,000 لبلايس تنمرت من ارتفاث.